موضوع تاني هو موضوع الحجاب. ليا حمزة تكشف حقيقة اتخاذها لقرار شلح الحجاب من بعد العمر. سنة شو رأيك؟ فمن قبل أيام قليلة وثقت ليا حمزة أدائه العمر ولأول مرة برفقة صديقتها الأنفلونسر جنى، حيث شاركا عدة فيديوهات من هناك، واللي تم تداوله أكثر كان فيديو بكائهما لحظة رؤيتهما للكعبة ولأول مرة. الله يرزقكم. فبوقت تواجد ليا بالعمرة طلعت عدة إشاعات زعم فيها البعض أنه ليا تنوي خلع الحجاب بعد عودتها من العمرة، وزادت الإشاعات أكثر خاصة من بعد ما شاركت هالستوري وعلقت من خلاله بي في قرار بدي أحكيكم فيه بعد ما أرجع من السفر، وفي ناس رح تكرهني وفي ناس رح تتقبلني مثل ما أنا، بس أنا بعمل راحتي وما رح كون أول ولا آخر شخص بيتخذ هالقرار. فبعد هالستوري اتأكد البعض أنها رح تتخذ قرار خلع الحجاب لتشارك بعده ستوري آخر ترد على متابع كتب قال طالع إشاعة بدك تشيلي حجابك، بترد ليا بي هذا الموضوع كتير متداول حاليا والكل عم يحكي فيه، حاليا مش وارد الموضوع الله يثبتني عليه، بس أنا بالنهار اللي بحس فيه أني مش جاهزة مزبوط للحجاب للأسف ممكن ما أقدر كمل فيه. وأنهت الكلام من بعد حكي طويل الله يهديني ويهدينا جميعا. لتواصل بي يا جماعة أنا ما قلت بدي أشلحه، أنا عم أحكي بشكل عام، افهموا اللي كتبته قبل ما تحكموا. وحكت أيضا أن الحجاب ما كان الموضوع اللي كان بدها تحكي فيه بل موضوع آخر، فهالجواب أثار فضول الجمهور ليعرفوا شو هو الموضوع اللي كان بدها تحكي فيه ليا. لتشارك بعد يوم مجموعة من الستوريهات صرحت من خلالها أنها اتخذت قرار أنها ما تحكي بالموضوع اللي كانت حتحكي عنه نظرا لكونها صارت أحسن من بعد ما عاشت لحظة ضعف. وأنهت الحديث عن موضوع الحجاب وصرحت أن الناس ما لازم تتدخل بالشخص إذا اتخذ قرار ترك الحجاب. صراحة أنا كنت ناوي على شغلة ومش لحجاب، كنت ناوي أعمل شغلة لأنه أنا كنت عم بيش فترة كتير صعبة، كتير 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 كنت مضايقة من بعد ما عملت العمرة. أنا فيكم تقولوا تحسنت كتير الحمد لله. موضوع تاني هو موضوع الحجاب، أنا كنت عم بحكي بشكل عام مبارح أنه مش إذا شفنا بنت كانت محجبة وقامت حجابها يعني هيدي البنت صارت فاسقة وهيدي البنت صارت مش راضي ربنا وهيدي البنت عملت وساوت. أول شيء لا تهدي من أحببت لكن الله يهدي من يشاء.